عبر قناة نيوسات الفضائية وتلفزيون تيليلومير. يتجدد معكم لقاءنا الأسبوعي والذي نستهله بأبرز العناوين. البابا فرانسيس يؤكد في لقائه الأسبوعي على حاجتنا إلى المغفرة كحاجتنا إلى الخبز. قداديس احتفالية في الناصرة وعمان بمناسبة عيد البشارة. رؤساء وممثلو الكنائس في الأردن يؤكدون على روح المحبة بينهم. وفيها أيضاً كنيسة مار الياس للروم الملكي الكاثوليك في جبل الحسين بعمان ضمن حلقات كنيستي. أهلاً بكم. خص قداسة البابا فرانسيس تعليمه الأسبوعي في الحديث عن المغفرة، مبيناً أن الإنسان كما يحتاج إلى الخبز يحتاج يومياً إلى المغفرة. وقال سيادته: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضاً، خاصة للأطفال وللمسنين وللمتزوجين حديثاً وللمرضى ولجميع الأشخاص المتألمين. سيبارك كذلك المسابح والأغراض الخاصة بالتقاويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس: تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعاليمه حول صلاة الأبانا عن طلبة واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن للمذنبين إلينا، موضحا أن الإنسان كما يحتاج إلى الخبز يحتاج يوميا إلى المغفرة. وانطلاقاً من مثل العشار والفريسي، أكد البابا أن أخطر تصرف في كل حياة مسيحية هو التكبر، والذي بإمكانه أن يصيب حتى الأشخاص الذين يعيشون حياة دينية وروحية مكثفة، لأن التكبر يجعلنا نعتبر أنفسنا أفضل من الآخرين ويدفعنا للاعتقاد بأننا متشابهون مع الله. وانطلاقاً من حقيقة أننا جميعاً أمام الله مدينون، شرح البابا سر القمر الذي يضيء لأنه يستمد النور من الشمس. هكذا نحن نحب لأن أحداً أحبنا أولاً، ونغفر لأنه قد غفر لنا، في سلسلة تقودنا حتى محبة الله التي تسبق وجودنا وتدفعنا للاعتراف بمدى تقصيرنا. فنصرخ قارعين صدورنا على مثال العشار: أيها الآب ارحمنا جميعا نحن الخطأ. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية إلى أبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dalla Giordania, dalla Terra Santa e dal Medio Oriente. Impariamo che il perdono di Dio è legato al perdono che noi offriamo ai nostri fratelli. Dice Cristo: perdonate e vi sarete perdonato, perché con la misura con cui misurate sarà misurato a voi. Il Signore vi benedica e vi protegga sempre dal maligno. Urahibu bil-ashkhas al-hadirin wal-natiqina bil-lughah al-arabiyya wa khasatan bil-qadimina min al-Urdun wa min al-aradi al-muqaddasa wa min al-sharq al-awsat. لنتعلم أن غفران الله مرتبط بالمغفرة التي نقدمها لإخواننا. يقول المسيح: اغفروا يغفر لكم، لأنه بالكيل الذي تكيلون به يكال لكم.
ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم دائما من الشرير. بمناسبة عيد بشارة والدة الإله السيدة العذراء، احتفلت بطريركية الروم الأرثوذكس في كنيسة البشارة في كل من الناصرة والعبدلي بعمان بقداسين احتفاليين بحضور الآباء الكهنة وجموع من المؤمنين. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. احتفلت البطريركية الأرثوذكسية الأورشليمية ومدينة البشارة في الناصرة بعيد بشارة والدة الإله السيدة العذراء. وبهذه المناسبة ترأس غبطة البطريرك كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث خدمة القداس الإلهي الاحتفالي في كنيسة البشارة في مدينة الناصرة. شاركه متروبوليت الناصرة كيرياكوس ورئيس أساقفة قسطنطيني أرستوخوروس ورئيس أساقفة جبل طابور ميثوديوس وكهنة مطرانية الناصرة الأجلاء وأباء من أخوية القبر المقدس. حضر القداس القنصل اليوناني في القدس السيد خريستوس ستيفانوبولوس وجموعا من المصلين من الناصرة ومختلف قرى ومدن الجليل وحجاج من خارج البلاد. المجد للآب والابن والروح القدوس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. واحتفلت الكنيسة الرومية الأرثوذكسية في الأردن بقداس احتفالي بذات المناسبة، ترأسه سيادة المطران خريستوفورس عطلة مطران كرياكوبولوس بمعاونة الأرشمندريت فينادكتوس كيال والأيكونوموس قسطنطين قرمش والأيكونوموس سالم مدنات في كاتدرائية البشارة في العاصمة عمان. حضر القداس جموعاً من المؤمنين بمشاركة جوقة الكنيسة بالتراتيل البيزنطية المميزة من وحي المناسبة. إن تلميذة الرب تعلمنا من الملك كرز القيامة البائس وطرحنا القضية الجدية εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Λιάσαντα καχανούντικα λιάθκουρι ράπουρι λαγφύλου αλακούντικιν σαμάουι κουλαχίνιν λάνα ουακούλα ουάνιν ουαϊλα τάχνετα τα وفي عظة القداس هنأ سيادته جموع المؤمنين بعيد بشارة والدة الإله متأملا في هذا الحدث الجلل حين بشر الملاك جبرائيل مريم العذراء بحبل بالروح القدس وبشر بالخالق الذي أراد أن يتجسد دون أن يعتريه أي تغيير في ألوهيته. فأتى عيد البشارة ليكون اتحاد الطبيعة الإلهية بالطبيعة البشرية. كلمات إيمان، كلمات طاعة، كلمات محبة لله وللإنسان للقريب. ها أنا أمة للرب فليكن لي بحسب قولك. هون أبنائي سكن الإله الكلمة الأقنوم الثاني من الثالوث الأقدس الإله الإبن سكن في أحشاء أمنا الفائقة القداسة بحلول الروح القدس عليها. في هاي اللحظات صار في عنا الحبل بالإله الكلمة وبلش الجنين الإلهي ينمو في بطن أمنا الفائقة القداسة يتغذى من دمها وينمو وهو يعطيها نعمة فوق ونعمة من الألوهة من نعمته من نعمة ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. في هاي اللحظات تم تصحيح أخطاء الماضي. آدم مع المعصية، آدم الجديد أتى ليخلص الإنسان وليموت على الصليب
وبموته وقيامته إنه يدوس على الموت وينتصر عليه. حواء القديمة اللي بسببها كان المعصية أتت حواء الجديدة وحكت هاي الكلمات العظيمة: ها أنا أمة للرب فليكن لي بحسب قولك، على عكس أمنا الأولى حواء. غاد معصية هون طاعة، بدل الحية هون في عنا الملاك جبرائيل. الحية وشوشت في أذن الإنسان حتى يتمرد على الله، هون الملاك بحكي لها السلام عليك افرحي، بعطيها السلام والفرح. وبالتالي هون بيجيب لها البشارة، وقلنا البشارة كل إشي بتصحح. وهون منشوف قديش محبة الله لإلنا حتى يتصحح كل شيء، حتى يتم التصحيح من المعصية ومن كل أخطاء اللي تمت بالفردوس. وبسبب المعصية تردنا من الفردوس. وفي ختام الصلاة التأم الجميع حول سيادته ليتبادلوا التهاني بهذه المناسبة العطرة. المجد لك يا إلهنا ورجاؤنا، المجد لك. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آبان وإلى دهر الداهرين، آمين. عقد في مطرانية الروم الأرثوذكس بعمان اجتماع حضره المطران خريستوفوروس عطلة مطران الروم الأرثوذكس، والمطران ويليام الشوملي مطران اللاتين، والمطران جوزيف جبارة مطران الروم الكاثوليك، إضافة إلى ممثلي الكنائس في المملكة. وأكد المجتمعون على روح التآخي والتضامن والمحبة التي تجمعهم وعلى أهمية العمل المشترك بينهم، كما ناقشوا في الاجتماع العديد من القضايا التي تهم الكنيسة المحلية، وتم الاتفاق على عدد من الأمور التي تخدم مصلحة الرعاية في الأردن. خلال لقاء نورسات مع أصحاب السيادة رؤساء وممثلي الكنائس المسيحية في الأردن حول التعديلات الجذرية لمسودة قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، أكدوا في مقابلاتهم أن القانون وبعد إقراره من شأنه أن يعالج الثغرات التي تتعارض مع مصلحة الأسرة بما يكفل لها حياة كريمة في المجتمع، خاصة ما يتعلق منها بقضايا الإرث والحضانة وسن الزواج وغيرها. رح يكون عنا قانون عصري حضاري اللي يلبي كل احتياجات أبناء الرعية اللي أنا 30 سنة بسمعها وأنا عايش فيها معهم وبفترة خدمتي برضو في المحكمة. فبالتالي إنه نقدر هذا الفريق من المحاميين وفريق من الإكليريكيين وفريق من أساتذة اللاهوت والقانون الكنسي اللي راح ينضموا إلنا في العمل، حتى نقدر إنه نخرج ما يمكن إخراجه من قانون أفضل يلبي كل احتياجات، إما كانت حقوق المرأة، حقوق الزوج والزوجة، حقوق الأولاد الأطفال، حقوق كل فرد من أفراد المسيحيين. وهي رسالة، هي رسالة من جهة بتبين دور دولتنا الأردنية قديش مهتمة إنها في قضايا أبناء شعبنا، ومن جهة تانية اهتمام الكنيسة في الأبناء حتى يبقوا في أرضهم. يعني هاي رسالة ثبات للوجود المسيحي من خلال القانون. فالقانون هذا شطره الأول اللي راح يتعلق بالأحوال الشخصية، الشطر الثاني للقانون اللي بيخص موضوع الإرث والميراث، موضوع التبني، موضوع الوصاية والوصية. هاي كلها القضايا نحن عمالنا رح ندرس، رح نوصل. أكيد نحن موجودة عندنا في القانون الكنسي، يعني هي موجودة منتهية لأنها موجودة، هاي كلها الأمور محلولة في القانون الكنسي، ولكن رح نحاول إنه يكون في عندنا اتفاق ما بين كل الكنائس في الأردن من خلال مجلس رؤساء الكنائس حتى نطلع في قانون موحد اللي نقدر نقدمه للدولة وتقدر الدولة إنها تعتمده تقره حتى يطبق عنا في محاكمنا الكنسية في الأردن. بالطبع القانون السالف بشطره الأول اللي ذكرت عنه رح يكون في كل مناطق البطريركية، إيه هي في المدينة المقدسة القدس، في داخل أراضينا في الأردن، في داخل أراضي السلطة الفلسطينية، وبداخل أراضي 48. فبالتالي رح يكون لكل الكرسي البطريركي المقدسي. ربنا يساعدنا إنه يقدر يكون قانون يلبي احتياجات أبنائنا ويساهم في تثبيت الوجود المسيحي في البلد، لأنه كل ما شعر الإنسان إنه في قانون وفي قضاء نزيه وقانون بيحمي القاضي والمواطن، هذا بنجح
عملية الإنسان أنه يشعر براحة أكثر، وبالتالي بيساهم في بقاء في الوطن. يحق للكنائس المسيحية في الأردن أن يكون لها أحوال شخصية تطبق على أبناء الرعية من خلال المحكمة الكنسية. هذا القانون، قانون الأحوال الشخصية، يتضمن قانون الإرث وأيضا الحضانة والمشاهدة والانفصال المؤقت والانفصال الدائم، بطلان الزواج أو بالنسبة لبعض الكنائس الطلاق. من وقت لوقت يعني يجب إعادة النظر في هذه القوانين لكي تواكب وتوائم الزمان الذي نعيش فيه. يوجد الآن محاولة لدى الكنائس المختلفة، وأذكر على سبيل التحديد الكنيسة الأرثوذكسية وأيضا الكنيسة اللاتينية، لتحديث القوانين الخاصة بالحضانة والمشاهدة والنفقة والأمور الشخصية الأخرى. وبعض الكنائس تفكر أيضا بإعادة النظر في قانون الإرث، خصوصا في الأماكن التي نشعر بأنه المرأة غير منصفة. أتمنى لرجال القانون الذين يعملون في الكنيسة أن يدرسوا هذه المواضيع بجدية ويعطونا القوانين المناسبة التي تبغي العدالة والإنصاف والمساواة قدر الإمكان. لابد أن نذكر في البداية أن هناك تعاون بين الحكومة الأردنية والكنيسة فيما يخص قانون الأحوال الشخصية الأردني، ونذكر أنه في سنة 2014 تم تحديث قانون الأحوال الشخصية الذي كان قد صدر سنة 1938. وفي هذا التحديث كان هناك تطور كبير، كان اسم القانون قانون مجالس الطوائف الغير المسلمة. اسم القانون تحول قانون مجالس الطوائف المسيحية، وأيضا وضع هذا القانون شروط القاضي الكنسي، وهذا مهم جدا. لكي يكون هناك قضاء عادل لابد أن يكون هناك قاضي متعلم وقاضي يعرف بالقوانين الكنسية. أعتقد أن تحديد سن 18 سنة يكون مناسب، ولكن يجب أن ننظر أيضا للحالات الخاصة التي يكون فيها مشكلة معينة، ولكن حتى هذه الحالات الخاصة نجد أن عندنا في المحكمة الذين تزوجوا في هذا السن يحدث مشاكل، لا تزال هذه الفتاة طفلة. والموضوع الثاني الذي تم إثارته هو موضوع الميراث. في الميراث هناك أيضا يجب تغيير العقلية، هناك يتم حرمان الفتاة، وكثير من الأمهات أو الزوجات أو الأخوات تم إجبارهن على توقيع تنازل عن كل حصتهم، وهناك حالات يكون وضع الأم وعندها بنات يكون وضعهم المادي سيء جدا. فالمبدأ الأساسي في المسيحية التساوي بين الذكر والأنثى من ناحية القيمة والكرامة، وهناك اختلاف في الوظيفة والعمل. فمن هذا المنطلق كان هناك لجنة لكي تدرس هذا الموضوع من جميع الطوائف، وهذه اللجنة وضعت مسودة قانون، وهو قيد الدراسة يجب أن يكون هناك المختصين من الناحية اللاهوتية ومن الناحية القانونية والدينية، ويدرس بشكل بتأني ويتم التداول به بين جميع الكنائس وأيضا مع الدولة ومع ديوان التشريع في رئاسة الوزراء، ومن ثم نرى ما هو الأفضل الذي يجب أن نقوم به.
ضمن حلقات كنيستي يسرنا أن نخصص حلقتنا لهذا الأسبوع حول كنيسة مارلياس للروم الملكيين الكاثوليك الواقعة في جبل الحسين بعمان، والتي بنيت عام 1949 بإسهام من أبناء الرعية وجهود أهل الخير، ولها دور رائد في خدمة أبناء الرعية. نورسات زارت الكنيسة وأعدت التقرير التالي. نصل اليوم ضمن سلسلة حلقات كنيسة لكنيسة مار الياس للروم الملكيين الكاثوليك في منطقة جبل الحسين قلب العاصمة عمان، لنتعرف وإياكم على تاريخها النير والبهي منذ تأسيسها وحتى يومنا هذا. يا كنيسة يا مجيدة، أنت هي بيت الله، فيك نلتقي الإله ونستمد منه الحياة. تأسست الكنيسة عام 1949 في عهد جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال، وببركة من مثلث الرحمات المطران ميخائيل عساف، على قطعة أرض تبرع بها السيد إلياس سيور وزوجته، لتصبح الكنيسة الرومية الكاثوليكية الأولى في المنطقة، حيث خدم على مذبحها في البداية قدس الأب المتنيح يوسف بيطار الذي أكمل أعمال التشطيبات النهائية فيها. شيدت الكنيسة على مساحة 200 متر، حيث يبلغ طوله 20 متر، بعرض 10 أمتار وبارتفاع 13 متراً. تعاقب على خدمتها العديد من الآباء الكهنة الأجلاء الذين وضحت بصماتهم في أعمال الأبرشية. الكنيسة هي كنيسة وبرافقها أيضا كلية رهبات الناصرة. كنيسة مار الياس كنيسة طبعا بمساعي مثلث الرحمات المطران ميخائيل عساف، تقريبا سنة 1949 بلشت هناك جهود لإنشاء كنيسة تخدم سكان المنطقة، وبرافقها أيضا مركز تعليمي، صرح تعليمي هام وهو اسمه رهبات الناصرة. طبعا القصة بلشت من الويبدة كان مركز عندنا كمطرانية ومركز لمدرسة صغيرة أساسية. هالمدرسة كبرت وتطورت، فأدوا أنه ينقلوا هالمدرسة بجانب الكنيسة الموجودة بجبل الحسين. طبعا الكنيسة تبرع فيها السيد إلياس السيور بجهوده، طبعا من أصل سوري قام بشراء الأرض وتبرع ببناء هذه الكنيسة بمساعي أيضا قربه من المطران عساف، وأوكلوا هالمهمة لكاهن في ذلك الفترة اسمه الأب يوسف بيطار اللي كمل مساعي هاي البناء والأسس المتينة. هلأ ميزة المكان هو مليء بمعظم العائلات المسيحية بتوافد إلها، وبقربها من المدرسة استطاعت إنه يكون في أيضا أشخاص أصدقاء من مسلمين ومسيحيين، وهذا الشيء شاهد بأحداث عيد الميلاد منشوف من طالباتنا المسيحيين والمسلمين بزينوا شجرة عيد الميلاد، لا بل كورال المدرسة مسلمين ومسيحيين علامة العيش المشترك. وأيضا بأعياد حتى الفصح والميلاد كثير من جيراننا من إخوتنا المسلمين بيقدمونا مرات مساعدات أو عينية بخصوص المساهمة. بنيت الكنيسة على شكل صليب وتميزت بأيقوناتها البهية التي دشنت في عيد النبي إيليا عام 2015،
ببركة القائم بأعمال سفارة الفاتيكان المونسنيور روبرتو كونا، وبمساهمة أبناء الرعية المحسنين بجهود كاهن الرعية الأب مودي هنديلي، حيث تعددت الأيقونات لمراحل الآلام للسيد المسيح وللقديسين، فأطفت جمالاً وروعة عند الدخول إليها. يفصل الهيكل عن صحن الكنيسة حائط الأيقونوستاس الذي أنشأه الأب ياسر عياش، الذي أصبح لاحقاً نائباً بطريركياً على كرسي فيلادلفيا وبعدها في أورشليم القدس. الكنيسة قديماً كانت عبارة عن حائط فقط، جدار تخلو من هاي الرسومات والأيقونات. طبعاً على عهد صاحب السيادة المطران ياسر العياش الكلي الوقار النائب البطريركي، قام أيضاً بمساهمته وبجهود أبناء الرعية بأنهم يقوموا ببناء هذا الإيقونوستاس اللي أنتوا شايفينه، وأيضاً بتبرع سخي من أبناء الرعية وجهوده بوضع هذه الأيقونات اللي تمثل حدث مهم بأحداث وعقيدتنا المسيحية في الفن التصويري المقدس. الكنيسة مرت بموضوع الأيقونات بثلاث مراحل. المرحلة الأولى قبل الإيقونوستاس كان هناك لوحات مرسومة باليد بنيويورك من عام 50 إلى عام 59، مقدمة من بعض أبناء الرعية، وكل لوحة موجود عليها اسم هالعائلة اللي قدمت هذا الشيء. فالمرحلة الأولى هي عبارة عن لوحات مرسومة باليد من فنانين معروفين. المرحلة الثانية هي الإيقونوستاس الموجود أمامنا، بتضم الرسل، بتضم مجموعة من الأيقونات، الصلب، القيامة، التجلي، البشارة، المعمودية، أحد الشعانين، طبعاً شغل لبنان ومرصوعين بالذهب، وكل أيقونة لها قيمة روحية وإيمانية. هلأ المرحلة الثالثة من الأيقونات حديثة، تم استحداثها بال 2015 بمساعي من أبناء الرعية، وكان الهدف إنه نترك بهالكنيسة اللي بعراقتها وإرثها وأصالتها، نترك نوع من الخشوع، نوع من التأمل. المؤمن يدخل على الكنيسة للصلاة، للتأمل، وبالفعل استطعنا إنه بجهود أبناء الرعية ومساهمتهم نعمل أيقونات فوق الإيقونوستاس، أيقونة البشارة. طبعاً الجزء على الشمال العلوي يخص السيد المسيح من الولادة ومعموديته وأحداث معجزات قام بها السيد المسيح. الجزء الشمال العلوي، طبعاً الأيقونات العلوية تخص السيد المسيح بالدرجة الأولى، تخص كل أحداث أسبوع الآلام من أحد الشعانين دخوله إلى أورشليم، من الصلب إلى القيامة. طبعاً الجزء السفلي نحكي يمين شمال بضم مجموعة من قديسي الكنيسة الشرقية والغربية، رجال، نساء، أطفال. وزي ما منشوف بالسقف بالأعلى في أيقونة العنصرة والصعود، وإن شاء الله نطمح بالمستقبل أنه يتم تكميل هذه الأيقونات المقدسة بترتيب وتظبيط تكميل القبة، القبة اللي فيها ضابط الكل. فيك نعرف الوصايا ونعشق الصلاة، أنت هي فلك نوح ملجأ لكل الخطى. الكنيسة تقريبا مساحتها 200 متر، طولها 20 متر ب10 متر. وهي الكنيسة ميزتها انه الاشخاص اللي بيرتدوا عليها وبيجوا بيصلوا
هم روم أرثوذكس وروم كاثوليك وسريان وأرمن. تقارب المدرسة من الكنيسة عامل كثير مهم، والأجمل من هيك بأنه هالكنيسة شاهدة حية على توافد كثير من المؤمنين، وبحضارتها وبالآباء، كل الآباء اللي خدموا بهالكنيسة. أذكر أبونا ميشيل شقور، أذكر أبونا باسيليوس جنداري، أذكر سيادة المطران ياسر العياش، الأب خالد شعبان، الأب منعم بواب، وجهد كبير للأب يوسف البيطار، وأنا حاليا موجود. فنعمة كبيرة أن أخذ هذا الإرث من الآباء والأجداد بأن أتابع هذه المسيرة في هاي الكنيسة المليئة نعمة، وبشفاعة مار الياس النبي الأردني من تشبت من جلعاد، بأن نستمر بالخدمة وبالعطاء. سميت الكنيسة بمار الياس نسبة للياس سيور وزوجته أولكونت اللي تبرعوا بهذه الكنيسة بهذا المكان المقدس، ومنشوف في الخارج على جرسية الكنيسة فوق موجود تاريخ البناء، محطوط برج سيور، موجود برج سيور. بتعاليمك المضيئة أنت سراج الطريق، وبأسرارك النفيس ضفنا يسوع الرقيق. رعية الحسين طبعاً عبر التاريخ مناطق الحسين وجبل عمان والويبدة بالهجرة السكانية وتوسع عمان، مش إنه فقدنا عدد من أبناء رعيتنا، ولكن صار التوجه الأكثر من المؤمنين لعمان الغربية، فعدد أولاد الرعية اليوم ضئيل تقريبا من 50 إلى 60 عيلة. ولكن الشيء الأجمل بأنه سكان المنطقة الحوالين الكنيسة بيجوا بيصلوا بيشاركوا بقداديسنا الثلاثة يوم الأحد الساعة 7:30 صباحا، والساعة 9 والساعة 6 المساء، وطبعا أرثوذكس كاثوليك سريان أرمن من المهجرين العراقيين من المهجرين السوريين. فالكنيسة تفتح أبوابها لكل المؤمنين اللي بيجوا بيصلوا، فعدد رعية محدد ما في عدد رعية. في ناس بيجونا بيصلوا من الفحيس، في ناس من دوار الثامن الخامس من جبل عمان من طبربور من كافة المناطق عم بيجوا بيصلوا، بربطوا تاريخ حضورهم بهالكنيسة، درسوا بالمدرسة أو تركوا أثر كتير إيجابي وحلو. وبنعرف إنه اليوم تحدي في رعاية عم بالذوب، في رعاية عم بالذوب، ومنشوف بعمان هالزحف باتجاه مناطق طريق المطار. فبالرغم من هيك نشكر الله على وجود هاي الكنيسة بصرحها وبروحانيتها وثباتها. تحوي الكنيسة من الداخل على ذخائر للقديسين وقطعة صغيرة من خشبة الصليب المحيي المكرم، كما تعمل لجان الرعية من أخوية أم النور وجوقة مشوار مع يسوع وشبيبة الكنيسة بجد واجتهاد على مدار العام في المناسبات الرسمية والأعياد الكنسية. طبعاً الكنيسة تحوي على ذخيرة مهمة، هي ذخيرة الصليب الكريم المحيي المقدس، موجودة هاي الذخيرة ومحفوظة في هذه الكنيسة المباركة. وأيضاً الكنيسة تحوي على ثياب الكهنة، ثياب الكهنوتية للكهنة اللي خدموا بهاي الكنيسة، فداخل الأقونوستاس في غرفة خاصة تحوي هاي الأواني المقدسة القديمة محفوظة، وأيضا ثياب الآباء الكهنة اللي خدموا على مر هالعصور بهذه الكنيسة المباركة. المرافق المحيطة بالكنيسة، في عنا كنيسة مبنية تقريبا على 8 دونمات، بجانب الكنيسة
في مدرسة كلية رهبات الناصرة، وطبعاً هذا أهم المرافق الموجودة، وتعتبر الكنيسة في قلب عمان، في قلب عمان قريبة جداً أيضاً على العبدلي أيضاً اللي بيحوي على مجلس الشعب، مجلس النواب ومجلس الأمة، وقريبة أيضاً بهذا المراكز روحية بقريبة من الكنيسة، مركز الأباء اليسوعيين، دير الرهبات الكومبونيات، دير مدرسة ديليسال الفرير، دير الرهبات الفرنسيسكانيات. فالمنطقة تشع بقداسة وبركة من أديرة ومن بيوت مراكز للرهبان والرهبات. الفعاليات الرعوية، عندنا مجلس رعوي يشهد له بنشاطه وغيرته، أيضا أخوية أم النور بوجودها وحضورها ومواكبتها لكل هالأحداث، وأيضا الشبيبة بغيرتها وسهرها. ففعاليات الكنيسة ترتبط بهمة ونشاط الكاهن، كل ما الكاهن كان نشيط وقريب من المؤمنين استطيع أنه يكمل بمسيرة الفعاليات والنشاطات والشبيبة. بك تجددت حياتنا. كسنديانا باسقة تعانق السماء بروحانيتها وهيبتها، فاحفظ يا رب بيتك وبيعتك من الآن وإلى دهر الدهور، آمين. في كل ضيق ملجئي، في كل ضيق. احتضنت كنيسة رعية مريم العذراء للسريان الكاثوليك نحو 70 شابا وشابة في منطقة الأشرفية بعمان، حيث ابتدأ البرنامج بقراءة نص من إنجيل القديس متى الرسول. وبعد الصلاة الافتتاحية رحب الأب فراس دردر راعي كنيسة السريان الكاثوليك في الأردن بالحضور، كما شكر الأب زهير وديع كاهن الرعية السابق والأخت مي زكر على ما قدماه من جهود محبة في خدمة الشبيبة خلال الفترة السابقة. ثم قدم الأب دردر محاضرة بعنوان التحديات الواقعية التي تواجه شبيبة المهجر، مبينا الصعوبات والعقبات التي تواجه الشباب العراقية في المهجر. تلا ذلك نقاش حواري تبادل فيه الحضور الخبرات الروحية، إضافة إلى ما يدور في أفكارهم من تساؤلات حول موضوع الهجرة. ثم انصرف الجميع شاكرين الرب على نعمه، طالبين منه العون الدائمة حتى يكونوا كتلك الخميرة وملح الطعام في وسط هذا العالم الذي طاق إلى الرجاء والمحبة والسلام. ترأس صاحب السيادة كير جوزيف جبارة رئيس أساقفة باترا وفيلادلفيا وسائر الأردن للروم الملكيين الكاثوليك الاجتماع الشهري لكهنة الأبرشية في دار المطرانية في أم السماق بعمان، وقد تناول الاجتماع عدة قضايا روحية ورعوية. وقدم الأرشمندريت حكمة حددين موضوعاً قيماً عن روحانية كهنة البرادو، إضافة إلى شهادة حية حول خدمته الكهنوتية خلال 4 عقود مضت. فيما تطرق رئيس الأساقفة جبارة إلى روحانية الصوم 40 المقدس والاستعداد لزمن القيامة. وفي ختام الاجتماع بارك صاحب السيادة طعام المحبة وتناول الجميع وجبة الغذاء في جو من الألفة والمودة. خلال زيارته الرعوية لبلدات السماكية وحمود وأدر في محافظة الكرك، ترأس سيادة المطران جوزيف جبارة رئيس أساقفة باترا وفيلادلفيا وسائر الأردن بمرافقة قدس الأب غريغور ساسين في السماكية صلاة النوم الكبرى يا رب القوات، وذلك في كنيسة القديس جوارجيوس بحضور كاهن الرعية الأب أيهم زيدين وجمع من المؤمنين من أبناء الرعية. وفي ختام القداس تحدث المطران جبارة متأملا في صلاة القديس مار أفرام السرياني، ثم انتقل سيادته إلى بلدة حمود حيث زار كنيسة البلدة والتقى هناك بالمجلس الرعوي في المنطقة واطلع على آخر مستجدات الأنشطة الكنسية. كما احتفل سيادته في بلدة أدر بصلاة المدائح في كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك بحضور كاهن الرعية الأب بولس بقعين والمجلس الرعوي لكنيسة البلدة.
وفي ذات السياق أقامت الكنيسة الأرثوذكسية في الأردن خدمة صلاة مدائح والدة الإله في كنيسة القديس جوارجس للروم الأرثوذكس في محافظة الزرقاء. ترأس سيادة المطران خريستوفوروس عطلة مطران الروم الأرثوذكس في عمان. عاونه في الصلاة الرئيس الروحي للكنيسة قدس الأرشمندريت أثناسيوس قاغيش بمشاركة جوقة الرعية بالتراتيل والألحان البيزنطية الممجدة لوالدة الإله. السلام عليك يا منزلا في سير الخليقة. حضر الصلاة عدد كبير من أبناء الرعية. وفي كلمة روحية لسيادته تحدث المطران خريستوفوروس لنورسات عن أهمية الصوم المقدس وعن الاستعدادات الحقيقية قبل حلول الأسبوع العظيم. صلاتنا وقداسنا الإلهي وتكريمنا لأمنا العذراء وللقديسين وعبادتنا لربنا ومخلصنا يسوع المسيح ما تكون بالشكل، ما تكون طقوس فقط، ولكن في داخل الطقس، في داخل لتورجية الكنيسة يكون في حياة. والبدب الحياة في الطقس هو الحب، هو العشق. لما نحن أبناء الكنيسة يعيشوا هاي الفترة لأنها فترة استعداد حتى نصعد مع يسوع لأورشليم ونذهب معه لألامه، نصلب معه ونموت معه لكي نقوم معه. هذا الإشي عظيم اللي نحن مدعوين إنه نعيشه كمؤمنين، مؤمنين أبناء الكنيسة اللي نقدر نعيش هاي الأحداث الخلاصية مع ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. مسؤولية كبيرة علينا، جهاد روحي كبير متطلب منا، ولكن نعمة ربنا هي عظيمة، محبته إلنا كبيرة، وسلامه وفرحه البعطي إلنا عظيم. وفي الختام التأم الجميع حول مائدة المحبة بأجواء روحية مميزة. وهي الرسالة نوجهها اليوم إنه كون إحنا في الصوم الأربعين من المقدس إن شفيعة عظيمة ومؤيدة سريعة الاستجابة هي والدة الإله. هي رح تقوينا في صيامنا، هي رح تقوينا في جهادنا الروحي، هي رح تقوينا في حياتنا الروحية، وهي مهما طلبنا منها كأم وإلها حق الدال للوالدية عند ابنها رح تتشفع فينا دايما، رح تحقق لنا حسب إيماننا وطلبنا منها وحسب طلبنا منها باستمرار. عشان هيك رسالة لكل المسيحيين اللي ما صام إنه يصوم، واللي صام الله يقويه حتى يستمر للوصول مش لقيامة يسوع التاريخية والمخلص البشرية، بل قيامته هو من بين أموات خطاياه حتى هو يعيش القيامة الفصحية إله. عشان هيك حطت الكنيسة الصوم، عشان هيك حطت لنا المدايح العذراء حتى تقوينا بهاي الصيام حتى نوصل لقيامتنا الشخصية. فصح مجيد، كل سنة سالمين. بهاي كمان بهاي الأمسية نشكر أكيد نورسات على تغطيتها المستمرة لكل الاحتفالات الدينية، واللي كرسل للمسيح بتنشر هاي الرسالة لكل العالم. ربنا يقويكم، ربنا يعطيكم كل نعمة وكل بركة. إن شاء الله فصح مجيد وقيامة مجيدة للكل. كل سنة سالمين. أقامت الشبيبة الجامعية والعاملة في دير مملة لراهبات الوردية في القدس رياضة روحية تمهيدا لاقتراب نهاية الزمن الأربعيني وبداية الأسبوع المقدس. وتخلل الرياضة التي شارك بها حوالي 20 شابا وشابة من أعضاء الشبيبة لقاء روحي بعنوان يسوع في أسبوع حياتي مع الأب أيمن بطحيش الكاهن المساعد في كنيسة الرامة في الجليل. ومن بعدها تم عمل مجموعات لتجسيد الأفكار الروحية التي قدمها الأب أيمن، تلاها ساعة سجود وتوبة واعترافات، وختم اللقاء بتنظيم ألعاب ونشاطات روحية ورياضية مختلفة أعقبها مائدة عشاء لكافة الحضور. إلى هنا مشاهدينا وصلنا لنهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. البابا فرانسيس يؤكد في لقائه الأسبوعي على حاجتنا إلى المغفرة كحاجتنا إلى الخبز. نورسات تلتقي رؤساء الكنائس المحلية حول قانون الأحوال الشخصية. الاجتماع الشهري لكهنة الأبرشية برئاسة المطران جوزيف جبارة. المطران خريستوفوروس يرأس صلاة مدائح والدة الإله في الزرقاء. ختام النشرة. مزيد من الأخبار تابع موقعنا الإلكتروني www.nursatjordan.com.
طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.